على نار تلقاه يهرب لبلد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، الله مصلي على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نحاول أن نسلط الأضواء في هذه الحلقة على أهم محور من محاور المجلس الحسيني، والذي هو المورد، يعني عنوان البحث الذي سنبحثه في المجلس الحسيني. وللإضاءة على هذا البحث نحتاج إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى التي يجب أن يضعها الخطيب في باله، موافقة الحديث والبحث للأيام والليالي التي سيتلو فيها ذلك البحث وذلك الحديث، يعني أن يختار الأيام والليالي وما يناسبها من الحديث، لا أن يتكلم عن مظلومية فاطمة الزهراء سلام الله عليها مثلا في يوم عيد الغدير، أو يتكلم عن عيد الغدير في النصف من شعبان، أو أن يتكلم عن مقتل الحسين عليه السلام في 25 من شهر محرم. فلكل مقام مقال، هاي أولا. المسألة الثانية، الخطيب الحسيني يمثل بواقع الحال أقرب شيء جهاز المسجل، آلة التسجيل التي تمتلئ بالمعلومات ثم تفرغ إلى الجمهور. فالخطيب الذي يعتلي المنبر دون أن يكتب ما يريد إلقاءه إلى الناس أحيانا يرتبك، أحيانا يتخبط، أحيانا أخرى يشرق ويغرب، أحيانا لا يجد وحدة في موضوعه، وأحيانا ينجح الارتجال، ولكن غالبا لا يوفق الجميع لسرد ما يناسب
المجتمعين من أجل إحياء ذكرى معينة، وغالبا ما نرى الحضور يخرج من القاعة وهو يلوم حظه لأنه أنفق من عمره ساعة دون أن يخرج ببضاعة. والسبب هو عدم إتقان الخطيب أو الخطيبة، القارئ أو القارئة، المعزي أو المعزية لاختيار الموضوع. هنا نقول بداية، المورد ينقسم إلى عدة أقسام. يمكن أن يكون المورد آية قرآنية، اكتبوا آية قرآنية، أو حديث نبوي، أو معصومي شريف، أو رواية، أو حكمة، أو خطبة من خطب نهج البلاغة، أو من خطب الأئمة والمعصومين في مناسبات شتى، كخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآخر من شعبان استعدادا لاستقبال شهر الله شهر رمضان المبارك. يعني هنالك بعض الأحداث تفرض نفسها على اختيار الخطيب. ليلة الأول من رمضان يجب أن يأتي القارئ أو القارئة بخطبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين فيها لأمير المؤمنين عليه السلام ولأصحابه الكرام فضيلة هذا الشهر العظيم، والتي يبدأها قائلا: أيها الناس اعلموا أنه قد أقبل عليكم شهر هو عند الله من أفضل الشهور. يفصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فضيلة هذا الشهر وما ينزل من الخيرات والبركات في هذا الشهر، فبوسع القارئ والقارئة أن يجولوا في رحاب خيرات هذا الشهر من الليلة الأولى، كما يمكن أن تستفيد القارئة ويستفيد القارئ من فقرة أخيرة في هذا الخطاب ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، حيث ورد في نفس الخطاب أو نفس الكلام أن في هذا الشهر تستحل حرمتك، فيظهر أشقى الأولين والآخرين فيغضب لحيتك بدم رأسك يا أمير المؤمنين. من هذه النبوءة تدخلون إلى رحاب جرح الإمام سلام الله عليه وشهادته. إذن المورد إما أن يكون آية أو رواية أو حديث أو حكمة أو خطبة، أو أحيانا يكون بيت شعر. تعتلون المنبر للحديث عن الأخلاق وأهميتها، بإمكانكم أن تبدأوا بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بإمكانكم أن تبدأوا من رواية روي عن الحسن بن الحسن بن الحسن أن أحسن الحسن حسن الخلق، رواية أستعرض رواتها وأبحث في معانيها اللفظية كلمة كلمة وأعرج على موضوعي. وبإمكاني أن أقول
هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، أو بقول أحمد شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن بإمكاني أن أتحدث عن موضوع واحد هو الأخلاق في 3 محاضرات، أغير العنوان فقط، المورد فقط. في المجلس الأول أضع آية قرآنية، في المجلس الثاني أضع رواية، وفي المجلس الثالث أضع بيتا من الشعر، والموضوع نفس الموضوع. إذن المورد حسب حاجة المجلس وحسب ما يمليه الظرف الذي سيكون فيه المجلس، يعني مناسبة المقام للمقال ومناسبة المقال للمقام يجب أن يكون تناسب بينهما. من أجل إعداد هذه المحاضرة نحتاج إلى هذه المصادر التي وضعتها على السبورة. طبعا يستحب لكل قارئ وقارئة: ألا وقد أقبل عليكم شهر الله، شهر القرآن، ربيع القرآن، وأفضل الليالي ليالي هذا الشهر الفضيل، وأفضل الأعمال قراءة القرآن، فلو أن كل واحد منكم في الليلة تمعن وتدبر في سورة أو في جزء من الأجزاء 30، جزء واحد في كل ليلة، تفتحون القرآن وتقرؤون بتدبر، لكن الذي يأخذ أجرا من أجل ختم القرآن بسرعة، فما إن يبدأ بالآية حتى يصل إلى النهاية كالبرق الخاطف، لا يتجاوز القرآن مسامع الآذان ولا يعي مما يقول، وأحيانا قد يرتكب أخطاء في التلاوة ويلحن في القول. قراءة بتدبر آية آية، ثم نضع إلى جنبنا ورقة وقلم لنضع هوامش وعبارات تشير إلى من قدح في أذهاننا من معاني هذه الآيات التي نقرأ، وكيف يمكننا الربط بين معاني هذه الآيات التي نقرأ وواقعة الطف ويوم كربلاء. ما ينقضي عنكم هذا الشهر إلا ولديكم حصيلة أفكار، على الأقل 30 فكرة، على الأقل 30 فكرة في كل يوم، فكرة من جزء من أجزاء القرآن. وأنتم تعلمون والكل يعلم أن في كل آية من آيات القرآن آلاف البحوث القرآنية، والعلم كل العلم في القرآن الكريم. إذن أشرنا في شهر رمضان إلى المواضيع 30 التي تعنينا. انتهى شهر رمضان وأيام العيد قد أقبلت عليكم باليمن والسعادة والبركة، انصرفوا إلى أفراحكم وأدوا الواجبات الاجتماعية،
من صلاة العيد، من زيارة قبور الموتى، من التراحم والتواصل بين الناس والمعايدات والسفرات وكل ما يروق لكم، ما أن ينتهي العيد 3 أيام من العيد تأتون إلى المكتبة، تضعون بين أيديكم هذه المصادر التي أشرت إليها. أولا القرآن الكريم، وتضعون بين يديكم تفاسير الفريقين لكي تأخذوا رأي جمهور العامة وعلماء الخاصة في كل آية، نرى ما يقول الرازي وما يقول الطباطبائي في الميزان، نرى ما يقول الزمخشري في الكشاف، ونرى ما يقول السيد هاشم البحراني في البرهان، نرى ما يقول القرطبي في تفسيره، ونرى ما يقول الطبرسي في مجمع البيان. نجمع الآراء لكي نخرج بحصيلة علمية تنفع المتلقي. إذن المقدمات الآن عرفناها، المصدر الأول قرآن الكريم، هذا التفسير تفسير سني وتفسير شيعي، لا يمكن أن تنفردوا برأي واحد، ولو أن تفاسير الشيعة لموضوعيتها العلمية تتضمن على آراء كل المفسرين، يعني لا يفسر المفسر الشيعي الآية إلا ويأتي على كل الآراء التي وردت في هذه الآية. وأذكر على سبيل المثال من تفسير مواهب الرحمن لآية الله العظمى المقدس المرجع السيد عبد الأعلى السبزواري طيب الله ثراه، أورد في تفسير الكلمات المتقاطعة، الكلمات المعجمة التي تأتي في أوائل السور مثل ألف لام ميم أو كاف ها يا عين صاد أو ألف لام ميم راء، أورد 23 رأي للمفسرين في معنى هذه الكلمات المعجمة، وخلص في النهاية ألا أن علم هذه الحروف رمز لا يعلم تأويله إلا الله، والـ14 معصوم الذين رسخوا في العلم هم الراسخون في العلم، إذن لا يعلم تأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم، ومن أخذ عنهم؟ إذن هذا في الكلمات المعجمة. أورد السيد السبزواري على الله مقامه 23 رأي، إذن سنستفيد كثيرا من الاطلاع على التفاسير. وإذا أخذنا المورد من نهج البلاغة سنعود إلى الشروح الواردة على هذا الكتاب العظيم الذي هو بمنزلة ثانية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، كلام الإمام إمام الكلام. ولو قرأتم في نهج البلاغة لوجدتم أن كلام الإمام في كل عصر وفي كل زمان ينبض بالحيوية وكأنه قيل لهذا الزمان، وكأنه قيل قبل لحظات، ولا كأنه قيل قبل 1400 من السنين.
المصدر الذي نتحدث عنه ثالثا رسالة عملية تضعون بين أيديكم، لأنه خلال البحث والشرح ستقعون في مطبات الأحكام الشرعية وموارد الابتلاء، فلا تمدوا أيديكم إلى جيوبكم الصغيرة وتستخرجوا الفتوى من استحساناتكم العقلية، لأن الشريعة إذا أخذت بالاستحسانات مسخت ومحقت. ممنوع القياس لدينا، ممنوع. يقول الإمام الحسين عليه السلام: من أخذ دينه على القياس لم يزل الدهر كله في التباس. والخطيب ليس من مهمته أن يخلط الأوراق على المستمعين، بل مهمته الأساسية أن يوضح المبهمات للناس. إذن لا يلجأ إلى عقله الخاص، ولكن ينظر إلى الأمور من الناحية العلمية الموضوعية والولائية الإيمانية، لا بالمنطق الرياضي ولكن بالمنطق الإيماني. من المعاجم اللغوية، معاجم اللغوية أنتم عندكم معلومات أكثر من عندي عنها تقريبا، لأن لبنان بلد الطباعة. وقد قيل سابقا مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ، هكذا قيل. إن شاء الله وصلنا إلى وقت لبنان هو يكتب وهو يطبع وهو يقرأ وينفذ ما يكتب ويقرأ. ويا له من عيد إذا وصلنا إلى هذه المرحلة. إذن معاجم اللغة نستفيد منها ماذا؟ إذا كنا في بحث آية قرآنية، أول ما نأخذ من الآية القرآنية التي وضعناها موردا المباحث اللفظية، يعني المعنى اللفظي لآية آية، لكلمة كلمة. مثلا لو جئتم إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن بعد مراجعة التفاسير ومراجعة المعاجم اللغوية ستبدأون بشرح الكلمة معناها. ومن يرجع إلى تفسير سيد عبد الله شبر أو التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، أو تفسير الجلالين لجمهور العامة للجلالين، أو التفسير المعين، معين الخطباء، الذي كتبه كاتب متأخر والشيخ محمد هويدي، يوجد الكلمة معناها، الكلمة معناها. فنبدأ من هنا: الواو واو القسم، والعصر، الواو واو القسم. العصر كلمة تدل على وقت وزمان. إن الإنسان، الإنسان ألف لام الجنس، تستغرق كل بني البشر. لفي خسر، إذن هذه الخسارة مستمرة. نبدأ بالمعاني اللفظية. كتبنا المعنى اللفظي،
ثم نأتي إلى المعنى الاصطلاحي، يعني ماذا يرى المفسر في عمق هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم مثلا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام ما هو معناه اللفظي وما هو معناه الاصطلاحي؟ أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما معنى الصلاة لفظا وما معناها اصطلاحا؟ لفظا تعني الدعاء، اصطلاحا تعني هذا الشكل الذي نؤدي به الصلاة اليومية المفروضة علينا، والتي تأتي على شكل ركعتين صباحا وأربع ركعات ظهرا وأربع عصرا وثلاثة عند الغروب وأربع عشاء. عرفنا الفرق بين المعنى اللفظي والمعنى الاصطلاحي. في الكثير من الآيات أسباب نزول. في أي شيء نزلت هذه الآية؟ مثلا قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تتحدثون عن الاستغاثة بالله وعن المعاني اللفظية والاصطلاحية للآيات، صحيح، ولكن هذه الآية نزلت في واقعة بدر الكبرى. فمن خلال الكتب السيرة وكتب التفسير ستجدون قصة ورواية تستغرق 10 دقائق ليس أقل من مجلسكم ومحاضرتكم الحسينية. في أسباب النزول، أو مثلا في شرح سورة العاديات، بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الآيات واضحة، الواو واو القسم كذلك نعود. العاديات هي الخيل التي تعدو، ضبحا الضبح هو صوت أنفاس الخيل بين الصهيل والحمحمة. شايفين كيف نبدأ بالكتابة؟ عم نبدأ شوي شوي، عم نتعلم كيف نكتب مواضيعنا بأيدينا. والعاديات ضبحا فالموريات أو رايوري يعني أشعل، قدحا عندما يضرب الفرس حافره بالأرض تقدح نارا، وهنا دلالة على أن المطلوب في الآيات الحديث عن الخيل. فالمغيرات صبحا، الإغارة يعني بداية المعركة والصبح، إذن هنالك معركة. فأثرن به نقعا، يثير الفرس ويثير الجواد في استدارته وحركته نقع الغبار ونقيع الدم. إذا اصطدمت الخيل والتحمت الأسنة واشتبكت الأعنة، يقول أمير المؤمنين روحي فداه: كنا نلوذ برسول الله إذا حمي الوطيس، يعني سال الدم إلى الركب. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وليس بإمكان حيوان أن يستدير بأرضه كالجواد. إذن عمن تتكلم هذه السورة؟ عن معركة ذات السلاسل التي يحاول بعض المفسرين أن يغض الطرف عنها،
لأن فيها كرامة، كل الكرامة لأمير المؤمنين وأسد الله الغالب، غالب كل غالب، إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هنا نعود إلى موضوعنا، حددنا المورد، هنا نحدد الموضوع. الإنسان من يمسك ورقة وقلم يريد أن يكتب يجب أن يكون هنالك فكرة، لا أن يمسك الورقة والقلم وليس في ذهنه مشروع، موضوع معين أو هدف معين، كالذي يركب سيارة ويدور المحرك ولكن لا يدري إلى أين يذهب. اصعد في السيارة ودور المحرك وارسم في ذهنك كيف ستنطلق ومن أي طريق تمر وإلى أين ستصل، إلى أين ستصل. وإلا فإن هنالك في الحديث غير المبرمج متاهات يقع فيها الكثير. أذكر على سبيل المثال أحد الخطباء ارتقى المنبر في مجلس أسبوع متوفى، فوضع آية بحضور أستاذ من كبار أساتذة المنبر وبدأ يشرح، ولكن رهبة الأستاذ خلعت قلب الخطيب فتاه في متاهة من المتاهات، وإذا بالمجلس الذي يجب أن يختم بنصف ساعة استغرق ساعة ونصف دون أن يستدل الخطيب إلى نهاية سليمة لمجلسه. فانزعج أستاذنا منه ومن مجلسه وخرج من المجلس منزعجا. هذا ما سيقع فيه كل من يصعد المنبر دون أن يعد الكلمات حرف حرف لما يقول مستقبلا على المنبر. إذن أولا تحديد الموضوع والفكرة، ثانيا تحديد المحور. هنالك في بعض الآيات القرآنية أكثر من محور، أكثر من محور للحديث. مثلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هنالك أكثر من محور في هذه الآية. بإمكانكم أن تتكلموا عن الإيثار وبإمكانكم أن تتكلموا عن الخصاصة. ما هو الإيثار وما هي الخصاصة؟ بعض الآيات فيها الكثير من المواضيع، الكثير من المواضيع. مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بحث كامل عن إقامة الصلاة، كيفية إقامة الصلاة، ما الذي يقيم الصلاة؟ هل هو إسباغ الوضوء الجيد؟ هل هو الخشوع أثناء الصلاة؟ هل هو الالتزام بأوقاتها وأدائها كفرض يومي، ما أن نخرج منه حتى نعود إلى معاصينا اليومية، أم إقامة الصلاة يعني أننا أسبغنا وضوءا جيدا وقرأنا قراءة صحيحة وخشعنا في صلواتنا، ولما خرجنا من الصلاة وجدنا أن صلاتنا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر والفحشاء والبغي، عند ذلك تكون صلاتنا قائمة.
لذلك نسلم على أئمتنا ونقول لهم واحدا واحدا: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أقمتها ليس فقط صليتها في وقتها، لا، ولكنك حققت أهدافها وفعلت فعلتها في نفسك وفي سلوكك وفي أعمالك. إذن هنا حددنا موضوع الحديث والفكرة التي يجب أن نتحدث عنها والمحور والمدخل الذي سندخل منه والمخرج الذي سنخرج منه. ثم بعد ذلك نتعرف، قلنا، على المعاني اللفظية، نبدأ بالكتابة. إذن بالبداية رسمنا الهيكل، نقول موضوعنا عن الصلاة، إقامة الصلاة. ندخل من الآية الفلانية وشرحها وأسباب نزولها، ونخرج إلى أين؟ إلى وقوفنا أمام الحسين قائلين له: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. المصيبة أين نذهب بها؟ عندما زالت الشمس يوم عاشوراء، وإذا بأحد أنصار الحسين يقول: سيدي أبا عبد الله، إن الشمس قد زالت وصلاة الظهر والعصر قد آن أوانها، وأحب أن ألقى ربي مصليا. قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. ونختم بالمصيبة. إلى حيث انتهى كلامي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تلقاه يهرول يطارد ويا ابن سعد وابن سعد في القبس يلتهب نارا يصيح: احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي: لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.